كنت حرام كنت. بص الحرامي دخل عايز يسرقنا فاكرها طيبة. استني هجيب ازازة الزيت وادلقها في الارض ولما يجي ماشي يتحلق حط المحيح احنا ماسكينه وننزل في دار زيت. اه يا ماما خطخن انت اللي انت عايزه ترميه في الارض كده الارض هتبوظ. روح هات ملايه بسرعه. ملايه ليه؟ امشي بس انت روح هات الملايه بسرعه مالكيش دعوه. ماشي. امسك معايا بسرعة عمال وافرك. استني اه الضربة الجامدة دي. ايه ده مين اللي ضرب مين؟ انا اصل احنا مسكنا حرامي وضربت على دماغه لحد ما اغمى عليه. برافو عليكم. اما اشوف الواد عمر فين ده عشان يجي معانا بقى يفرح قوي. ايه ده هو فين؟ ده كان هنا من شوية. غريبة يمكن نزل يجيب حاجة وطالع تاني. ادخل يا ابو الاسمين خص على الاوضة هوصل لربطه لحد الحد ما يجي. حاضر. هو عمال يطير كده ليه؟ هو فطران اسمنت ورمل. كتك نيرة عيل عمل زي الجاموسة البلدي. ايه ده اللي انت شايلينه ده؟ انتوا لفين خروف العيد في الملاية وجايبينه هنا؟ خروف العيد ايه يا ام مخ طحين انتي؟ واحنا هنلف الخروف في الملاية ليه؟ خايفين عليه من البرد مثلا؟ امال هيكون ايه ده اللي انتوا مخبيينه ده؟ ده حرامي لقيناه ماشي بيتسحب في الشقة وكان لسه هيسرق كل اللي فيها. حرامي؟ خد 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 يا حرام خد. حرام عليك يا حميدة انتوا بتضربين ايه؟ ما احنا هنبلغ الشرطة وهي تيجي تاخده وخلاص. لا يا فريد لازم نضربه الاول. انا بشوف في التلفزيون لما بيمسكوا حرامي بيدوا له علقه سخنه الاول قبل ما يسلموه للبوليس. ايه ده بجد؟ طب استني. يعني انا اللي هفضل اتفرج كده عليهم؟ ما تساعديهم يا ظريفه بدل ما انت واقفه كده ما بتعملش حاجه. كنت حرام كنت. الو ايوه يا حاج احنا مسكنا حرامي. حرامي؟ ايوه اتصل بالبوليس وخليه يجي بسرعه عشان يقبض عليه. ماشي ماشي. A few moments later. اتفضل يا حضرة الضابط. فين الحرامي يا جماعه؟ جوه يا حضرة الضابط احنا متحفظين عليه جوه. ايه ده انتوا لافينه كده ليه؟ شيلوا الغطا ده بسرعه. هو الحرامي بقى عمر ولا عمر هو الحرامي؟ هو انت اللي جابك هنا وليه كنت ماشي تتسحب في الشقة؟ افتكرناك حرامي وكنا هنموتك كنا فاكرين انك جاي تسرقنا. ده انا شفت صرصار بره في الصلاة وكنت بحاول اخوفه بالوش ده عشان اموته. هو انتوا فاكرين البوليس ده لعبة ولا ايه؟ تتصلوا بيه يجي وفي الاخر يطلع حرامي صاحبكم؟ انا بعتذر جدا جدا يا فندم عن الغلط ده. تعتذر تعتذر ايه يا حبيبي؟ مفيش حاجه اسمها اعتذارات. انت اللي اتصلت بينا وقلت لنا في حرامي والحرامي طلع صاحبكم، يبقى ده اسمه ازعاج للسلطان. يبقى حضرتك هتيجي معانا هتشرفنا في الحجز 3 ايام. يا لهوي 4 ايام حبس؟ لا هما 3 بس. 3؟ طب كويس هيعدوا هوا. هيعدوا هوا؟ مكونة من 5 حروف جمع حروفها يا ابطال وقولوا لنا ايه هي. رواسته لاصدقائنا انا عادل واسراء جمعة وساندي ابراهيم ويوسف ايمن وروفين حماده. ما تنسوش اعملوا لايك للحلقه دي واللي لسه ما اشتركش في القناه.
القناة، ادخل كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو بسرعة، ونشوفكم بخير. كتير قوي. عدي على البوليس بسرعة، اتصل بيهم وهات لهم. عدي على البوليس وهات لهم هاكر وكفتة عشان نجي.